اغاني الثمانينات بقى، ويا عيني على اغاني الثمانينات، الله وعلى الفرق اللي طالعه بقى، والاغاني اللي بتعلق مع الناس فتفضل الغنوه شغاله. يعني افتكر غنوه لولاكي دي مثلا كانت قلب الدنيا، لدرجه ان قالوا عليها انك لو رفعت المخده بتاعتك هتلاقي لولاكي تحت المخده. حميد الشاعري مثلا كل ما يجي يالف اي حاجه بيبقى اللي هو تك 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 تك، فاهم؟ اي اغنيه بخش في اي حاجه، فاهم؟ زي غلط ان هو عمل التوزيع ده لمايكل جاكسون، فاهم؟ زي جاست بيريت بيريت دك دك، فاهم كده؟ يعني كانت احلى اغاني والله، سبحان الله. حميد الشاعري كان ايقونه كبيره جدا في الجيل ده، مش بس في غنى ولا في مزيكا ولا في اي حاجه. حميد كان حاجه اسطوره كده، انت ما اقدرش احددها هي كانت في ايه. جلجلي جلجله جلجلي جلجله، يعني في حاجه احنا كنا خجلانين منها واحنا بنسمعها لحد يشوفنا واحنا بنسمع. محمد فؤاد زمان كان عنده حاجه اسمها في السكه، في السكه دي في اولها خالص كان بيطلع على المسرح بيمسك ميكروفون يحطه في بقه ويقول في السكه 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 في السكه. حاجة محرجة جدا، محرجة جدا. يعني عادة لو الحاجة دي جاية في شريط فيديو أنا مسجله وأهلي قاعدة جنبي أنا هجريه الأول، لأن أنت بتتفرج على إيه؟ ما بتتفرجش على حاجة. كمان كان في كذاب مغرور قال مش بيحبنا، فكانت الأغنية دي تحسها إن ده نشيد، دي مش أغنية. كنا كل واحد بنتنافس مين هيعمل الصفارة بتاعت كذاب مغرور. إيه؟ يا هشام عباس مثلا، ليلة يا ليلة يا ليلة، مقدمة أهي وفي ليلة وفي يعني في مشهد، تبقى داخل حاجه ثانيه، حبيني وانا احبك، زقيني وانا زقك، فاهم ازاي؟ ليل الشتاء طويل، فاهمش ايه العلاقه، بس هو ليل الشتاء طويل، فاهم؟ دايما بشوف في ناس كانت بتمشي في الفتره ديت، مش احنا بس، اللي هي اللي كانت الناس بتحط الكاسيت فوق دماغها وتخش بيها في الجناين وتخش بيها المولات ساعتها، يسمع الناس والدنيا حواليه وكانه بيقول لهم يعني انا اهو. كانت ظاهره غريبه جدا. فيديو كليب راجعين دوت كان بالنسبه لي طفره وتطور رهيب جدا، ومن ذكاء عمرو دياب كان جاب معاه ممثلين في الفيديو كليب ده، كان معاه عزت ابو عوف وكان معاه علاء ولي الدين، وكان بقى نهايه الاغنيه يعني انا فضلت مخطوف معاه بشكل رهيب جدا، كان العربيه خدتهم كلهم وطاروا مع كلمه راجعين. كان استاذ سمير الاسكندراني، عرفته في مرحلة الثمانينات، يعني برضو مش فاكر له حاجة معينة أو أغنية معينة، يعني مش ممكن تكون الذاكرة مش يعني ما بتسعفنيش دلوقتي، بس هو أثر فيا. كان أول مغني بدوجلاس أعرفه، كان دي حاجة، كانت حاجة جميلة بالنسبة، كان جميل قوي. هي كانت مرحلة جديدة، الثمانينات كانت فظيعة يعني الحقيقة الثمانينات دي، بس مش فاهم على المزيكا كان فيها حاجة، الله أعلم إيه هي. ما نفسي ابوح واقول لك اني غرقت.